بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مأخوذ من كلام أهل العلم. أهل العلم فصلوا في الاختلاط والعزلة، فقالوا إذا كان في الاختلاط مصلحة ظاهرة لأنه يدعو إلى الله ويبين للناس، فهذا الاختلاط أفضل له من الاعتزال. أما إذا كان العبد اختلاطه بالناس لا يفيد شيئا، أنه جاهل عام، أو أن الناس أعرضوا وصاروا لا يقبلوه، فهذا عزلته أحسن من اختلاطه لئلا يتأثر بالناس. الحاصل أنه إذا كان يؤثر على الناس خيرا فإنه يختلط به. أما إذا كان العبد هم يؤثرون عليه شرا فإنه لا يختلط به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، القتال هل يكون بالسيوف أم بالآليات الحديثة؟ هذا صحيح، الحديث صحيح: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي قلبي، وحتى يقول الشجر يا مسلم هذا يهودي قلبي تعالى فاقتله، هذا في آخر الزمان. وأما كيفية القتال والسلاح الذي يستعمل به الله أعلم، الله أعلم، لم يبين هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الكتب المختصرة الواضحة في علامات الساعة والتي تفيدوننا إليها؟ الكتب المؤلفة في أشراف الساعة كثيرة، من أقدمها النهاية لابن كثير، من النهاية لابن كثير تابع للبداية، لأن تاريخ ابن كثير اسمه البداية والنهاية، النهاية هي أشراف الساعة، وهو مطبوع وملحق بالبداية متكامل، وكان من قبل لم يطبع، فالآن طبع كاملا بالبداية والنهاية. وكذلك له كتب كثيرة من الإشاعة في أشراف الساعة إلى الرسول البرزندي من علماء المدينة، ومنها الإذاعة بما كان وما يكون بين يدي الساعة الشيخ الدين حسن خان بن النودي، وهو مطبوع. ومن أكملها وأحسنها إصحاب الجماعة ببيان إشراف الساعة للشيخ محمود بن عبد الله السيدي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الراية العلمية؟ ما معنى الراية العلمية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراية العلمية الجاهلية، الراية الجاهلية التي لا تقاتل من أجل الإسلام، وإنما تقاتل من أجل العصبية، من أجل العصبية القبلية، هذه هي الراية العلمية التي ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: شخص عنده فائدة مال، وكذلك الراية التي يكون فيها قروض على إمام المسلمين، راية الخوارج، هذه أيضا راية علمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عنده فائدة مال مودع في بنك من غير اختيار، هل يأخذ هذه الفائدة الربوية ويعطيها فقيرا من
فقيرا محتاجا إليها، ثم هل يخبره بذلك بأنه مال محرم أم ماذا يصنع بهذه الفوائد؟ العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فصلوا في هذا، فقالوا إذا تاب الإنسان من الربا، إنسان يتعامل بالربا ثم تاب وعنده أموال مجتمعة من الربا فإنه يتخلص منها، يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة لا على أنها صدقة ولكن على أنها مال ضايع ليس له مالك يتخلص منها. أما الأموال التي لم يقدرها، الربويات التي لم يقدرها، تكون في البنوك أو في ذمن الناس، فهذه يتركها ولا يقدرها، يتركها ولا يقدرها، يسلم من شرها. إن تنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان لهم ديون ربوية على الناس أو رصيد في البنوك من الربا فساد إلى الله إلا أن يتركه ولا يقبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت منها هذا السؤال: هل صحيح أنكم يا صاحب الفضيلة أفتيتم بأنه لا تجوز مقاطعة الضرائب الأمريكية؟ ما قلنا لا تجوز، نقول لا تقاطع إلا بأمر من ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعتها لا تقاطع، أما مقاطعة فردية من بعض الناس فهذه لا تجوز الخير ولا تحرم الحلال، الأصل أنها حلال، فلا أحد يحرم الحلال إلا إذا قدر من ولي الأمر الذي ينظر لمصلحة المسلمين ومصلحة البلاد، إذا قدر منه أمر فإنه يجب الامتثال ومقاطعة بضائع الدولة الحربية التي تقاطع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال الحرير فراسا ونحو ذلك؟ وهل يجوز استعمال الفضة للتجارة في غير فراسا؟ أما الحرير فلا يجوز استعماله فراسا لا للرجال ولا للنساء. لا يجوز استعمال الحرير فراشا او مساجد او مقاعد في السياره او في غيرها لا للرجال ولا للنساء، انما اضيف جزء الحرير للنساء، واما جعله فرسا هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، واما الفضه فيباح للرجل خاصه للفضه، يباح للرجل خاصة للفضة، ويباح له تحلية المنطقة وهي الحجاب، المنطقة وهي الحجاب الذي يحجم به الرجل، يجوز أن تكون محلاتا بالفضة، وكذلك السلاح يكون فيه جرثة من الفضة لا تجوز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة تقول: هل يجوز لطالبات العلم أن يقرأن بعض المتون بطريقة ملحنة كما يفعله بعض أهل العلم عندما يقرؤون الكتب؟ وإذا كان هذا الشيء جائزا فهل هناك دليل على جوازه؟ الملحن لا يجوز، هذا غنى، الكتب غنى، لكن أن يقرأها بصوت حسن طيب. يقرأ ولا يسمى هذا الشيء، يقرأها بصوت حسن ولغة واضحة هذا لا يسمى تلحينا، وإنما يسمى تحسينا للصوت، فلا بأس بذلك أنه يقرأها ويقرأ المواعظ والخطب بصوت حسن وإلقاء حسن يؤثر على الناس. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أهل الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهر هذا الإسلام غريبا كذا يقول وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. السؤال: من هم الغرباء؟ وهل نحن الآن في زمن الغربة التي جاء ذكرها في الحديث؟ الحديث صحيح، والغرباء بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصرخون هنا إلى فتح الجنة،
وفي رواية الذين لا يصلحون ما أخطأ الناس هؤلاء هم الغرباء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن رجب الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اسمها كشف القربة في حال أهل الغربة وهذا مطبوعة مفردة ومطبوعة مع المجموع الذي ظهر قسائل ابن رجب. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه السائلة تقول أنا فضيلة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة كلب في أمريكا. نعم تقول سلام الله أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة كلب في أمريكا وكل الإجراءات منتهية حتى التأشيرات لي ولأمي جاهزة والوقت في حالتها مهم إلا أن تأشيرة أخي وهو المحرم معنا في كل أسبوع يقولون إنها تنتهي في الأسبوع الذي بعده. السؤال هل يمكن لي أن أسافر أنا وأمي ثم يلحقنا أخي بعد ذلك لأهمية الوقت في هذا الحال؟ لا يجوز السفر إلا بمكة. عليكم بمحاولة إنجاز تأثير المحرم لأي وسيلة وتتصلون بأهل الخير ومن لهم تأثير على المسؤولين عن التأثيرات يتخذهم الضرورة التي أنتم فيها. ولا أظن إن شاء الله أن أهل الخير يقصرون في هذا إذا عرفوا حالتكم لا أظن أنهم يقصرون في هذا. فعمدوا أحد من أهل الخير يتصل بالمسؤولين عن التأثير يشرح لهم والعفو. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول هل يعد من الشهرة في هذا الزمن لبس الإزار إلى أنصاف الساقين والذي ورد فيه الحديث؟ المسلم يلبس لباس أهل البلد ما دام لباسهم موافقا للسنة فيلبس لباسهم ولا يخالفهم في اللباس ليكون هذا الشهرة بينهم. هذا هو المطلوب في الإزار وفي الثوب يلبس ما عليها الإزار ما دام الغناء إلى الكعب فهذا السنة لا يخالفهم في هذا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا كان مكان حاجة في الحمام وإذا قضينا حاجتنا أكرمكم الله والحاضرين ونريد أن نتوضأ هل نخرج من الحمام ونقول الدعاء الوارد أو يكفينا أن نقوله في الحمام ثم نتوضأ في مكاننا؟ قبل أن تدخل الحمام تقول بسم الله أعوذ بالله من الشرك والكبائر أن نستر إيقاظ الرجيم هذا يمكن إن شاء الله عند الدخول للحمام إذا ذكرت اسم الله عند الدخول يكفي. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يجوز مصاحبة المرء الذي ينتقص قدر العلماء ويتبع من الدعاة الذين ردهم أو رد عليهم مرارا أو من جالس من يكفر الحكام بدعوى أن هذا الشخص هو أخي في الإسلام وما توجيهكم لهؤلاء؟ هذا مثل جواب السؤال الأول. إن كان للتأذير عليه لأنه يرجع إلى الصواب ويترك هذه الأمور فأنت تخالفه وتنصحه وتدلله لعله يقبل. أما إذا كان ليس لك تأذير عليه ولا يقبل فلا تصاحبه لأنه من السوء. إذا لم يقبل النصيحة أو من جلساء السوء ألا تجالسه؟ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هو الضابط في معرفة ما هو نجس؟ نعم يقول كفه الماء الذي هو نجس ما أصابته النجاسة من الثياب ومن البدن وما أصابته النجاسة فهو نجس البول أو غائط أو جرح أو غير ذلك من النجاسة. وأما الماء الصحيح انه لا يكون نجسا ما وقعت فيه نجاسه الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه
بالنجاسة فإنه يكون نجيا، أما إذا وقع فيه ولم يتغير الصحيح أنه طهور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا مات رجل من أهل المعاصي وهو على معصية وهو مشهور بين الناس بهذه المعصية كحال أهل الغناء والتمثيل، هل يصح إطلاق هذه العبارة عليه فلان هالك؟ وهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة لمن مات على كبيرة من الكبائر أن يحكم عليه بالهلاك؟ لا يصلح هذا، أهل الكبائر لا يطلع عليهم ويجعلهم أنهم مسلمون، يستغفر لهم أنهم مسلمون لم يخرجوا عن الإسلام، فلا يجوز أن يطلق عليهم أنه هالك أو أنه في النار أو لا سهل لا وشك من ذلك لقال كابر، هذا مذهب الخوارج، بل يقال بل يستغفر له ويدعى له ويطلع عليه ويدخل في مقابر المسلمين لأنه مسلم، وأمره إلى الله في مسألة الذنب الذي عليه أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، أما حكمه عند المسلمين فهو أنه أنه مسلم يعامل معاملة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ فقال له سؤال، يقول أحسن الله إليك: إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال حصل كذا وكذا أو قال رجل فعل أو قال كذا وكذا فما الحكم؟ والسؤال هل تصح هذه الأسئلة علما بأن الحادثة التي في هذا السؤال لم تقع ربما كانت خيالا، بمعنى هل يكون ذلك كذبا أم أن هذا جائز باعتبار أن الهدف من السؤال هو معرفة الحكم الفقهي؟ هذا الكذب هو الإخبار أما ليس الواقع، هذا الكذب هو الإخبار عن شيء لم يقع على أنه قال حدث كذا وهو لم يحدث، جاء فلان وهو لم يحدث مثلا، فلان فعل كذا وهو لم يفعل، هذا هو الكذب، فالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، لا يمكن أن يكذب ويقول حدث كذا، لكن لو قال إذا حدث كذا فما الحكم؟ يقول إذا حدث كذا القريب لا يقول حدث كذا ولم، بل يقول إذا حدث كذا وكذا فماذا نعمل؟ هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تعلمون صاحب الفضيلة قرار وزارة المعارف بعدم الضرب للطلاب مما جعل المعلم ليس له وسيلة للعقاب إلا درجات المشاركة والواجبات وخصم منها في حالة مشاغبة الطالب، السؤال هل يجوز خصم درجات من الطالب نتيجة للسلوك السيء علما بأن الوزارة لا توافق على هذا الخصم؟ يعني السؤال يقول: سلمك الله، تعلمون قرار وزارة المعارف بعدم الضرب للطلاب لما جعل المعلم ليس له وسيلة للعقاب إلا درجات المشاركة والواجبات بالقصد منها في حالة شغل الطالب، فهل يجوز قصم درجات من الطلاب نتيجة للسلوك السيء علما بأن الوزارة لا توافق على هذا الخصم؟ الدرجات على حسب الإجابة، فلا يجوز أن تنقص وإجابته صحيحة، هذا ظلم، هذا ظلم، الإجابة الدرجات على حسب الإجابة، يعطيه الدرجات التي يستحقها، وأما تأديبه فإذا كانت منعا في وزارة المعارف من تأديبه فإنه يلتزم بالنظام وتكون المسؤولية على الوزارة، يمتثل للنظام ولا يضربه وتكون المسؤولية على الوزارة، أما كل ما يجوز أنه يظلم الطالب ويحدث شيء من درجاته فهو يستحقها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أورد أحد المحاضرين هذا الكلام
ونريد الحكم الشرعي في كلامه وفي قوله. قال إن من قرأ القرآن بعمق وغاص في آياته واستخرج اللآلئ منه والجواهر صار عبدا ربانيا إذا قال للشيء كن فيكون. ثم بعد أن قال هذا الكلام ناقشناه على كلامه وما زال مصرا عليه، فما حكمه وما حكم كلامه؟ هذا المبالغة. الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لله عز وجل. وأما المخلوق إنه عاجز لا يقدر أن يقول هذا القول لنفسه، هذا يعني هذا كانه يتشبه بالله عز وجل في أمره، فيجب ترك هذا الكلام، يجب ترك هذا الكلام، ويجب على هذا المحاضر أن يتراجع عن هذا القول. وهذا القول قاله الصوفية من قبل، وهو جديد، هذا قاله الصوفية، إن الإنسان يصل إلى درجة، الصوفي يصل إلى درجة أنه يقول الشيء كن فيكون، وأن الأشياء تمتثل أمره، ويعتبرون هذا من الكرامة، هذا من مذهب الصوفية، ألا يجوز الكلام هذا؟ فعلى هذا المحاضر هذا الله ان يرجع للصواب وان يتأدب كل قول، يدرس المبالغه ولا يتأثر بكلام الصوفيه يظن الصحيح ما هو صحيح. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: ما حكم السرداب وراء المؤذن؟ واذا كان ليس واجبا فما هو الطارق له عن الوجوب؟ سرداب يعني متابعه المؤذن، قصد متابعه المؤذن، ما يسمى سرداب، هذا يسمى متابعة، فهذا فيه الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة حسانه صلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة آت اللهم مقاما محمودا إلا لوعده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الدعاء، إذا قال لا إله إلا الله يقول اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة، ثم إلى آخره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فضل عظيم، وليس واجبا، هذا من فضائل الأعمال، فمن تركه فلا شيء عليه. الرسول لا أمر في هذا الأمر، وإنما قال: من فعل كذا من فعل كذا فله كذا، ولم يأمر يقول قولوا مثل ما يقول المؤذن كما توهم السائل، وإنما الرسول قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخره. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح سجود السهو للسنة الراقبة النافلة؟ نعم، سجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فإذا سهى في النافلة فهو كمن سهى في الليل في الفريضة، يسجد السهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، فقال بعض الناس نهدمه، والبعض الآخر قالوا اتركوه، فبماذا يسيرون علينا؟ ذكر العلماء رحمهم الله انه اذا كان القبر هو الاول والمسجد بني عليه فان المسجد يهدم ويبقى القبر، اما اذا كان العكس المسجد قديم والقبر دخل فيه بعد ذلك فانه ينبت القبر ويترك المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أحدث المرء وهو يغتسل، يقول سلمك الله: إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقد الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ إذا أحدث المرء، نعم، إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقد الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ وهل تجب الموالاة في الاغتسال؟ نعم، يواصل الاغتسال، ينتقض الوضوء، حدث الأصغر ينقض الوضوء فقط ولا ينقض الاغتسال، فيواصل الاغتسال
ويتوضا يعيد الوضوء اذا كان توضا قبل ان يغتسل وحصل منه العقد فانه ينتقل الوضوء، فاذا فرغ من الاغتسال يتوضا، لا بد ان يتوضا. السلام عليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لقد ذكر صاحب كتابي مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الجزائري أنك قد اطلعت على كتابه ووقفته على طبعه المنفذ، فهل هذا صحيح؟ أنا لا أعرف أنكم تستغلون بهذه الأمور، قال فلان وقال علان، إيش فائدة من هذا؟ كتاب مطبوع إنجاز اقرأ فيه وما جاز ولا تسأل عنها الانتقال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز اتباع الشفق في متابعة النظر إليها إذا سقطت؟ لا، في بعض المنهي عنها ينظر إليه لأنه يؤثر على البصر، يؤثر على البصر فلا يتابعه لأنه شعاع يؤثر على البصر. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أتى المسبوق في الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل له أن يدخل مع الإمام أو ينتظر ويدخل مع جماعة أخرى؟ إذا كان يعلم أن هناك جماعة الذي يأتون ينتظر يصلون جماعة، أما إذا كان لا يعلم هناك جماعة فهو يدخل مع الإمام فيما بقي ولو قبل السلام، يحصل على الفضيلة ولا ينحرم هذا وهذا، ينحرم الجماعة وينحرم قرب الدخول مع الإمام إلى بقي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يكون القزع مكروها ومتى يكون محرما؟ وهل تقصير بعض الرأس وترك البعض يدخل في القزع؟ القزع محرم ما هو مكروه، يعني تشبه للكفار، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بالقول فهو، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احلقه كله أو دعه كله. أما حلق بعضه وترك بعضه هذا إنما يفعله النصارى، ألا يجوز التشبه بهم؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والقص مثل الحلق، إذا قص بعضه وترك بعضه هذا مثل الحلق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام اللولب للنساء عند الجماع؟ هذا حسب ظروف المرأة، هذا حسب ظروف المرأة، إذا كانت مضطرة إليه اضطرارا عظيما فلا بأس أن تستعمله، أما إذا لم تكن مضطرة وإنما قصدها الفرار من الحمل وهي صالحة للحمل وقادرة على أن تحرم فلا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها استعمال اللولب، إنما يجوز عند الضرورة إذا كان الحمل يؤثر على حياتها وتخشى من مضاعفات مرضية فلها أن تستعمل، وهذا لا بد من مراجعة الطبيب، لا بد من مراجعة الأطباء في هذا، هم يعرفون حالة المرأة وحاجتها إلى اللولب أو عدم حاجتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أقسم شخص على الله أن يشفي مريضة ولم يشفى بل مات بعد فترة ليست طويلة، هل يكفر عن يمينه؟ إذا أقسم على الله؟ نعم. أقسم؟ قل سلمك الله. إذا أقسم شخص على الله أن يشفي مريضة ولم يشفى بل مات بعد فترة ليست طويلة، هل يكفر عن يمينه؟ هذا ذكر العلماء إذا حلف على شخص، إذا حلف على شخص له عليه سلطة كالوالد حلف على ابنه وقال له ينفعل مع يمينه يتأثر بيمينه فهذا ليس، أما إذا حلف على شخص لا يتأثر بيمينه فهذا ليس عليه سلطة لأن يمينه أصلا غير منعقدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في التلحين أي التغني بالأذكار في أدبار الصلوات؟ فجعل للتلحين تحسين الصوت ما هو تلحين، تلحين هنا
الغنى لا يجوز، لكن تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالأذكار، هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الثاني يقول: ما هي الردة؟ ومتى تكون الردة في الاعتقاد؟ وهل تثبت ردة المميز؟ الردة هي الرجوع عن الإسلام، الردة هي الرجوع عن الإسلام من ارتد إلى رجع، والرجوع عن الإسلام يكون بارتكاب نافذة من نوافذ الإسلام، الشرك بالله عز وجل، تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالاعتقاد، تكون بالسجن، هذه الأمور الأربعة. فإذا تكلم كلام الكفر وهو غير مكره إنه يكفر بذلك، وإذا فعل فعل الكفر كان سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو ترك الصلاة هذا كفر يخرج من الملة. وإذا اعتقد بقلبه عدم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك أو اعتقد عدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في حال المنافقين، منافقون يشهدون أنه رسول الله لكن يكذبونه في قلوبهم، هذا أمير الدهر، أمير الدهر. أو شك قال ما ندري هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، هل هو رسول ولا ما هو رسول، هل ما قاله صحيح، هل ما ذكره عن الجنة والنار صحيح أو ما هو صحيح، إذا كذب هذا كفر، كفر وردة. الردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. والنواقض كثيرة جدا، ذكر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض في رسالة مستقلة، والفقهاء ذكروا نواقض كثيرة في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى هذه الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون؟ أيضا قصة عائشة رضي الله عنها لما رماها أهل العلم بما رموها به، الله جل وعلا برأها من ذلك وقال أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقوله المنافقون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه من تبعات عائشة رضي الله عنها، برأها الله من فوق سبع السماوات. وقوله جل وعلا عن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات هذا من القرآن، برهان على كذبه، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أجاني كما قال المنافق، لا يمكن هذا، لأن الله لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا العفيفة الطيبة، فهذا طعن في الله عز وجل، الطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله أنه اختار لنبيه خبيثا، خبيثات خبيثة لا تكون للطيبين أبدا، طيبات لا تكون للطيبين والخبيثات للخبيث، فهذا رد عليهم، لأن الله لا يمكن أن يختار للنبي صلى الله عليه وسلم خبيثا، لأن الله جعل الطيبات للطيبين وجعل الخبيثات للخبيثين. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص مرض شهرا ولم يستطع خلالها من أداء الصلاة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، شخص مرض شهرا ولم يستطع خلالها من أداء الصلاة ويريد قضاء ويسأل عن كيفية قضاء الفوائد، هل يقضيها دفعة واحدة أم يلزمه أن يقضيها في أوقاتها، بمعنى يقضي مع الفجر صلوات الفجر وهكذا؟ المريض لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله، والقائد لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله ومقدرته، أي خدتم رجالا أو ركبانا، الصلاة لا تترك في حال ما دام عقل الإنسان باقيا فإنه لا يترك الصلاة، لكن يصلي على حسب حاله،
قال صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فلا تترك الصلاة لأجل المرض إلا إذا فقد العقل. إذا فقد العقل صار لا يعقل فهذا ينظر. إن كان فقده للعقل استمر مدة طويلة أشهرا أو سنين ثم رجع إليه عقله فهذا لا يقضي ما فات، لأنه وقت فقدان العقل رفعت عن الاستسلام فيصلي في المستقبل فقط. أما إذا كانت مدة غياب عقله قليلة حدود 3 أيام أو 4 أيام إلى 10 مثلا قليلة تعد قليلة فهذا يقضي ما فات له، يقضي ما فاته ويقضيه متتابعا، يقضيه متتابعا لا يؤخره الى الصلوات قبل الظهر مع الظهر والعصر مع لا هذا غلط، هذا عند العوام هو غلط. بل يصلي بالترتيب صلوات اليوم الاول ثم بالترتيب صلوات اليوم الثاني ثم بالترتيب صلوات اليوم الثالث وهكذا حتى يكمل ما عليه. إذا أمكنه أنه يقضيها بمجلس واحد يجب عليه ذلك، فإذا لم يمكنه فإنه يوزعها على فترات حتى باستطاعته. ما لم يتضرر في معيشة، تقولون ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها فيوزعها على فترات، وفي كل فترة يقضيها مرتبة متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد عليها؟ فتح الحساب من أجل الإيداع فقط هذا يجوز بالضرورة، إذا ما وجد مكان يحفظ فيه نقودا يخاف عليها من السرقة والضياع ولا وجد مكان إلا البنوك فيجوز أن يوزع فيه إيداعا للحساب. وأما الإيداع للاستثمار فهذا حرام، الاستثمار الربوي هذا حرام ولا يجوز. أما الإيداع لأجل الكسب هذا جائز للضرورة، في حدود الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: من يصف المسلمين بالمتخلفين أو الرجعيين أو الإرهابيين أو المخرفين، فما حكم هذه الأوصاف وما حكم الواقف المسلمين بها؟ هذا كلام المنافقين من قبل، ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب رسولا واطيب اجلا واجلا عند اللقاء. قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الذي يقول هذه المقاله في المسلمين فليرد عن دين الاسلام، هذه رده عن دين الاسلام. اما لو قال المسلمون مقصرون في تعلم صناعات تعلم وإعداد العدة عندهم تخطيط هذا صحيح، أما أنه يقول أنهم متخلفون بسبب الإسلام إذا كان يرى أن الإسلام هو الذي خلفهم وأنهم متأخرون بسبب الإسلام، الإسلام حرام، إذا كان هذا قصده لا ينفع عن دين الإسلام. أما إذا كان قصده أنهم مقصرون فيما يجب عليهم من التعلم وإعداد العدة هذا صحيح، المسلمون مقصرون ذلك. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير في حديث إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، قول ابن القيم رحمه الله: والله خالق الخير والشر والسعود والنفود إلى آخر كلامه، فما هو الشؤم وما هو النحل المقصود؟ وهل قول العامة امرأة النحل أو سيارة منحوسة يوافق معنى الحديث؟ نعم، هو التطير لا يدل الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب إنه شرك حرام، لأنهم يتطيرون بأشياء ليس فيها سبب، ليس فيها تأثير، تطيرون في بعض الطيور، تطيرون في بعض الحيوانات، تطيرون في الأعور، إذا رأوا الأعور يتطيرون، هذا لا يجوز،
لأن هذه المخلوقات ليس بها شر وليست سببا في الشر. أما إذا كان هذا المكان معروف لأنه هذه الدار معروفة لأنها إذا نزل أحد يصاب أو يموت أو هذه الدار من رصدها عرف هذا أنه يموت أو هذه المرأة لم تزوجها أنه يموت فهذه أعيان خلق الله فيها الشر. الله يخلق ما يشاء سبحانه يخلق أعيان كثيرة فإذا عرف عن هذه الأشياء أن من خالقها فإنه يصاب فإنها تشاء لأن هذا من الوقاية الوقاية خير من العلاج. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البلد الذي فيها وباء والخروج منها من أجل حجر المرض في مكانه هذا من الأسباب ومن الوقاية. فإذا عرفت هذه الثلاث لأنها دخل الشر وأن من قاربها يصاب فالمسلم يتجنبها. الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا لم يعرف عنها شيء فلا يجوز الاعتقاد فيها أن نعتبر أن هذا ما عليه الجاهلين يعتقدون في الأشياء المباركة والأشياء الطيبة حتى الرسل تطيروا فيها. الرسل الذين جعل الله فيهم البركة تطيروا في موسى وتطيروا لمن معه تطيروا في صالح عليه السلام تطيروا في محمد عليه الصلاة والسلام فيجعلون مصدر الخير هو مصدر الشر. هذا فعل الجاهلين هذا هو التطير المذموم والذي هو من الشرك. عليكم صاحب الفضيلة على السائل يقول ما حكم قضاء صلاة الليل في حالة إذا لم أستطع قيام الليل بسبب النوم من التعب أو بسبب الدورة الشهرية؟ إذا كان من عادته أنه يقوم الليل ولكن عرض له ما منعه من قيام الليل كالدورة الشهرية بالنسبة للمرأة أو السفر بالنسبة للمسافر أو المرض أو النوم دائما وهو يريد القيام لكن غلبه النوم فهذا إذا يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما كما جاء في الحديث يكتب له ما نوى إذا تركه لعارض منعه من ذلك يكتب له ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إذا دخلت فقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة صلاة الجهرية هل آتي بدعاء الافتتاح أم أسرع لقراءة الفاتحة مباشرة؟ تأتي بدعاء الافتتاح لأن دعاء الافتتاح لا يتحمله الإمام عنه تأتي به ثم تقرأ الفاتحة بعد الافتتاح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول يستدل بعض الناس بقول الله تعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة على أنه يكلم على كل أحد من أهل البدع والأهواء فهل هذا صحيح وما هو المعنى الصحيح من الآية؟ هذا ما فهم الآية ما هو بالسلام المراد به التحية السلام المراد به الفرح سلام عليك فأستغفر لك ربي سلام عليك يعني فرج عليه الصلاة والسلام هجره فقالوا سلام يعني تركوه وتركوا مخاطبته ولم يردوا عليه بل تركوه فمعنى السلام من الترك والمفارقة ليس معناه التحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ نعم. يقول سلامك الله إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ علاقة العورة بالوضوء الوضوء ما في حس عورة توضعون يصلون والاستنجاء يقوم مقامه الاستجمار يستجمرون استجمارا ملقيا يكفي عنه يخفي عن الاستنجاء بالماء إن كان هذا قصد السهل والوضوء ما في حس عورة. وإذا كان قصده عليه جنابة يحتاج إلى اغتسال فهذا يأخذ ذرة جراء يجعل ثوب ويغتسل من ورائه يشوف مكان يغتسل ويأخذ معه ماء يغتسل في البحر يأخذ معه ماء
يروح المكان المسجد أو يبعد عن الناس يقصد. أما اللي التيمم مع وجود الماء ما يجوز ولا يكتب عورته، يروح يبعد عنه أو يستتر بشجرة أو بثوب أو بخيمة. نعم يقصد. نعم السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أراد أن يشتري بضاعة فقال له التاجر: عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحجز لك هذه البضاعة، وعندما تأتي لبقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟ الذي تقصير إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البايع وقال لي الخيار لمدة كذا، ولكن طلب منه البايع أن يعطيه عقود إن عزم على السلعة يأخذها يكتب من الثمن، وإن ترك السلعة يقول للبايع لغير حبس السلعة. هذا جائز، هذا بيع العربون، هذا على السير المعين، سلعة معينة في ملك البايع شراها وقال لي الخيار لمدة كذا وقال ما يخالف أعطى العربون أو تهونهم من تحت السلعة هذه، هذا جائز في دفع العربون أهلا عند الإمام أحمد رحمه الله، ولا عند الأئمة ثلاثة لا يجوز بيع العربون، لكن عند الإمام أحمد جائز لأن عمر رضي الله عنه فعل لما شرى دارا للسجن، يعني شرى وكيله في مكة دارا للسجن وأعطى البايع بعض الثمن، الوكيل أعطى البايع بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر، فإذا رضي أسلمت، فعمر أقره على ذلك. هذا بيع العربون على سلعة معينة معروفة. أما البيع في الذمة، بيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف في الذمة الذي ينضبط بالوصف، فهذا يجوز لأن حكم السلف، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد، لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول يكثر بعض الناس من قول لا تنسانا يا أخي في دعاء، حتى قلت لأحدهم قال فرد علي أنا مفتقر إلى دعاء، فما حكم هذا وما توجيهكم؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر رضي الله عنه سفر للعمرة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخير بصالح دعاء. قال عمر: فما أحب أن لي الدنيا وما فيها لهذه الكلمة. فهذا جائز لا بأس أن تطلب من أخيك أنه يدعو لك، خصوصا إذا سافر في عمرة أو في حج، يقول له ادعو الله لي في حجك وفي عمرتك، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة بنية الوتر. بعد إيه؟ يقول: بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة بنية الوتر، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا صلى ثلاث ركعات بسلام واحد بنية الوتر فهل هذا صحيح أيضا؟ أقل من الوتر ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة ينوي فيها الوتر صح، هذا أقل الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيجوز الإيثار بركعة واحدة لا يصلي غيرها، يجوز لكنه أقل شيء، ولكن الأحسن أنه يأتي قبلها بركعتين سبع تكون ثلاثة، هذا أجل الكمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من اكتشاف العورة؟ هذا نفس السؤال الذي مر،
لا يجوز تيمم مع وجود الماء. وبإمكان السائل أو السائلة أنه يأخذ ماء يستتر ويغسل أو يتوضأ، يستتر بشجرة أو بجدار أو بخيمة أو برواز يحول، يعمل للسترة تحجب الأنظار عنه يتطهر بالماء، لا يجوز التيمم. نعم. أيضا يعني الذهاب للتوابل، ذهاب النساء للتوابل هذا فيه ما فيه من الفتنة، أيضا النساء تذهب للتوابل وتخالف الرجال، وإذا كان ولا بد إلا تذهب إلى مكان أو يذهبون معهم نساء وعوائل يذهبون إلى مكان من التوابل ليس فيه رجال، ليس فيه، يذهبون إلى مكان خالي. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، وتقول في سؤالها الثاني: كنت على سابع البحر ورأيت عوائل كثيرة، فما هو الحكم المتوجه إلي في هذه الحالة؟ الحكم لا تذهب إلى هذا السابع الذي تبدو فيه العورات والسبع، لا تذهب إلى هذا المكان، وعلى أولياء النساء أنهم يبعدون بهم عن هذه الأمثلة. لا. السلام عليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: والدي أمرني أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في هذا الأمر أم لا؟ لا تطعه، لأن هذه معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، فلا تطع أحدا في معصية الله، لا الوالد ولا ولي الامر ولا اي واحد، المعصيه لا طاعه فيها لمخلوق ابدا، وعليك ان تناصحه، عليك ان تناصحه وان تعظه وتبين له مخاطر الدخان واضرار الدخان انه حرام، لعل الله جل وعلا ان يمن عليه بالتوبه وترك هذه الماده الخبيثه الضاره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل مسافر أمن بإناث مقيمين صلاة الظهر ثم سلم من ركعتين، هل يجوز أن يتقدم أحدهم ويؤم الجماعة في الركعتين الأخيرتين، أم يصلون فرادى كل يقضي الركعتين الباقيتين لوحده؟ لا، كل يقضي لنفسه، هو الذي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه أهل مكة في حجة الوداع صلى به في الحرم، فقال: يا أهل مكة إنا قوم سخط فأتموا لأنفسكم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا لأنفسهم ولم يقدموا إماما منهم، بل كل ما تم لنفسه، ما ذكر أنهم قدموا إماما، بل كل ما تم لنفسه، يصبحون مثل المسبوقين. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الحنان هل هو من أسماء الله؟ لم يثبت هذا، إنما ورد المنان، ورد المنان، وأما الحنان هذا لم يثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز شراء جهاز السلم إذا كانت الأشرطة المستخدمة فيه مما تجوز مشاهدتها؟ إذا كان يعرض فيه الصور فلا يجوز، المشاهدة في الصور واقتناء الصور واستعمالها حرام، أما إذا كان يعرض فيه أشياء يعني صور غير صور الحيوانات والآدميين، إنما يعرض فيه صور أشجار أو مباني أو بحار أو جبال، هذا لا بأس به، إذا كان يشاهد فيه أشياء من غير ذوات الأرواح فلا بأس بذلك. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول المرء هذه العبارة: بالله في هجاك ورجاك؟ يقول: بالله في هجاك ورجاك. إيش؟ بالله في هجاك ورجاك. أو يا الله. العبارة بالله دعاء. إن كان يا الله هذا دعاء. في رجاك ورجاك لا بأس. التجي إليك وأدعوك وأرجوك، إذا كانت يا الله. نعم. وهذا السائل صاحب الفضيلة يقول: إن كثيرا من العامة يقولون العون أو بالعون، هل هذا حلف بغير الله أم لا؟ ما ندري إيش العون هذا، يقول من الصنم، إذا كان صنم هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله.
نعم. أما إذا العون يعني بعون الله من الإعانة بعون الله أو بالعون من الله بالعون إلى الله بمعنى الإعانة هذا ممكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص مسافر قبل المغرب ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم لنية العشاء ويريد أن يقصر الصلاة، فكيف يصنع؟ لا يدخل معهم، لا يدخل معهم، لأن صلاة العشاء ليست صلاة قصر، صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب ليست صلاة قصر، فلا يدخل معهم، يصلي وحده أو مع جماعة مثله يقصرون. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع روائح فصولية على الملابس، وهل هي فعلا من النجاسات؟ إذا ثبت من الفصولية وتسكر فهي نجسة، لأن الخمر نجسة. فإذا ثبت أن هذه الأطياف تسكر أو هذه الفصوليات لو شربها إنسان يسكر فهي حرام قليلها وكبيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر كثيره فقليله حرام. لا يجوز استعمالها ولا تستلل واجب الخمر، الخمر الواجب اجتنابها وعدم امتلاكها لانها رجس من عمل الشيطان. واما اذا كانت لا تستر فلا حرج في استعمالها. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: هل قراءه اذكار النوم خاصه بنوم الليل ام عامه بنوم الليل والنهار مع الدليل على ذلك؟ خاصة بنوم الليل، خاصة بنوم الليل، لأنها وردت في نوم الليل ولم ترد في نوم النهار. نعم. ويقول في سؤاله الثاني صاحب الفضيلة: ما نصيحتكم للشباب الذين لم يتزوج خاصة مع كثرة الفتن؟ إذا كانوا يخافون على أنفسهم من الفتنة فهم يقدرون على الزواج، فإنه يجب عليهم الزواج. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجه. فإذا كانوا يخافون من الفتنة وعندهم مقدرة على الزواج فيجب عليهم التزوج لأجل حماية أنفسهم من الفتنة. وإذا كانوا ما يقدرون على الزواج فعليهم بالصبر والابتعاد عن أسباب الفتنة حتى يغنيهم الله من فضله، ويستعفف الذين لا يجدون نساء حتى يغنيهم الله من فضله. استعفف، استعفاف معناه اجتناب اسباب الفتنه والابتعاد عنها. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشتريت منزلا واخذت على ذلك قرضا من البنك الربوي، وكنت انا ذاك جاهلا بالحكم، بل كنت بعيدا عن الاسلام بالكليه، والقرض مدته 8 سنوات، دفعت منها 4 سنوات وبقي النفس، ماذا أصنع الآن؟ هل أبيع المنزل وأرجع الأموال للبنك حتى أنتهي من هذا الذي فعلته، أم أبقيه عندي ثم أؤجره؟ إن بعته وسددت للبنك الأموال التي أقرضك إياها فلا بأس، وإن أجرته ووصيت البنك للتجارة، لأن البنك له دين عليك، والربا الذي زاده البنك عليه تتصدق في مقابله، تتصدق في مقابله، تحسب الربا الزيادة التي بنيت بها تتصدق من الدراهم لا يقابلها في التخلص منها، ولعل الله أن يتوب عليه. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أبي يتعامل مع البنك في أشياء مكروهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعين الوحيد لهذه الأسرة. يقول: أبي يتعامل مع البنك في أشياء مكروهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعين الوحيد لهذه الأسرة، وقد ذكرنا له أن ذلك حرام ولكنه مستمر في ذلك. السؤال: هل نألم إن قبلنا ماله، وما موقفنا من العيش معه؟ يا كل حال، إذا كنتم تعلمون إن هذا المال الذي ينفق عليكم إنه من الربا فلا حرام ولا يجوز لكم قبوله، إن كان لكم ما يغنيكم، إذا كان لكم ما يغنيكم
فلا يجوز لكم أن تأكلوا من ماله تعلمون المغرب. أما إن كان ليس لكم ما يغنيكم ولا ما يكفيكم وأنتم مضطرون للبقاء عنده ولينفق عليكم فيكون الإثم عليه إلى أن يجعل الله لكم فرجا تقدرون على الاستقلال والابتعاد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: رجل ابتلي ببعض المعاصي ثم نذر أن يصوم ثلاثة أيام كلما أتى تلك المعصية غير أنه لضعف إيمانه يعود المرة بعد المرة الأخرى إلى تلك المعصية، ماذا يجب عليه الآن؟ وهل هو ملزم بهذا النذر إلى أن يموت؟ هذا ما قصد به الطاعة، قصد به منع نفسه من هذا الشيء، يجري مجرى اليمين، تكون عليه كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، إطعام 10 فتاتين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا النذر لم يقصد به الطاعة، وإنما قصد به منع نفسه من هذا الشيء، فهو يجري مجرى اليمين، تدخله الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص نسي صلاة بالأمس وأتى اليوم الآخر تذكر أنه نسي صلاة بالأمس ولم يذكر أي صلاة هي وليس لديه شك ولا يقين، فماذا عليه وحالة هذا؟ ليس لديه شك ولا يقين، إذا كان يقن أنه عليه الصلاة لم يصليها يجب عليه القضاء، وإذا كان لا يعلم عين الصلاة فإنه يتحرى بهذه ويعلم الصلاة باجتهاد يصلي يقضي. أما إذا كان أنه عنده الشك أحكام هذا عنده وسواس، فالشك لا يجب عليه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا موظف في شركة وكان أمنحنا الشركة بطاقة التأمين الصحي، ولكن الوالدان غير متضمنين في التأمين، وفي أحد المرات أخذت الوالد للعلاج. يقول: أنا موظف في شركة وتمنحنا الشركة بطاقة التأمين الصحي، ولكن الوالدان غير متضمنين في التأمين، وفي أحد المرات أخذت الوالد للعلاج، ولكن اتفقت مع المستوصف على أن يجعله من اسمي لكي يخطأ من التأمين، فهل هذا فعل صحيح وما هو الحل؟ هذا فعل غير صحيح، لا لك ولا له، ما يجوز تتعامل بالتأمين لا أنت ولا هو، لأن التأمين هذا حرام، لأن أصل أموال الناس بالباطل، وعليك أن تعالج نفسك فيه من مالك، إذا احتجت تعالج والدك من مالك الخاص، ولا تستعمل هذا التأمين لأنه كذلك حرام، لأنه من أموال الناس، من أموال المشتركين في هذا الشيء، أليس لك؟ فاترك التأمين، لا لك ولا الوالد، وعالج نفسك وعالج والدك وأولادك من مالك، إذا كنت تريد السلامة تريد النجاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: أنا رجل من غير هذه البلاد، وأهل بلدي يحسنون الظن في شخص الضعيف، فيأتون إلي ليسألوني عن مسائل في العلم، فلا أجيبهم إلا بما سمعته من العلماء في هذه البلاد، وبما أسمعه من برنامج نون آخر، ولكن هناك أمر مهم جدا يكثر السؤال عنه من نساء بلادنا، يسألون أهلي ليسألونني، وهو ما يتعلق بأمور الحيض والنفاس والإحداث وغير ذلك مما يخص النساء، فحبذا لو تكرمتم جزاكم الله خيرا فألفت رسالة ضعفية كافية في هذه المواضيع الهامة. هذا فيه مؤلفات مطولة ومختصرة موجودة في الحيض والنفاس وأحكام الطهارة موجودة، وأما ما ذكرته من أن تخطي الناس بما تسمع من أهل العلم أو من الإذاعة، إذا كنت متأكدا من الجواب ومن الفتوى فإنك تقول لهم: أنا سمعت العالم الفلاني يقول كذا وكذا، سمعت في الإذاعة كذا وكذا، فاذكر لهم أنك سمعت هذا أو أنك قرأت هذا، تذكر ما تعطيهم الحكم وتسكت يظنون أن الفتوى من فن، بل تقول: هذا شيء سمعته أو قرأته
بين له ما لا تقرأ لنفسي هذا. نعم وما أدخل عليك من الأسئلة جلهم وجهوه لأهل العلم، اكتبوا اكتبوا لأهل العلم، قبلوا السلامون على العلماء واسألوهم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما حكم من قتل في الجهاد الشرعي؟ هل يحكم له بالشهادة؟ فأرجو التفصيل. وهل يعامل معاملة الشهيد؟ من قتل لتكون كلمة الله، من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون شهيدا، يكون شهيدا. والله أعلم بالنيات، الله أعلم بالنيات والمقاصد. نحن لا نكذب لأحد في الشهادة إلا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو لهم الشهادة إذا ما إذا قتلوا في سبيل الله تحت راية الجهاد، نرجو لهم الشهادة ولا نجزي لهذا لأننا لا نعلم نياتهم ومقاصدهم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإكراه بالكفر خاص بالقول أو بالقول والفعل؟ خاص بالقول إذا أوحي على كلام الكفر ولم يكن له رحمة إلا بأن يربط بالكلمة مع اعتقاد قلبه الإيمان فيجوز، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أوحيها وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في القول، والآية سبب نزول الآية في كلام تكلم به بلال رضي الله عنه، أكرهه عليه الكفار فنطق به، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادما وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعود، إن عادوا فعود. هذا بالقول. أما الفعل أنه يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا وإن قتلتم وحرقتم، فيجوز يشرك بالله. تعلمون قصة الذي ذبح الذباب، قرب الذباب للصنم فدخل الناس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا عادة وهي أن الشخص إذا كان له أولاد ومتزوج وله أولاد ثم مات في حياة أبيه. نعم. يقول: عندنا عادة وهي أن الشخص إذا كان له أولاد وهو متزوج وله أولاد ثم مات في حياة أبيه فإن أباه يقيم أولاده مقام أبيه، بحيث إن الجد إذا توفي اختتم هؤلاء الأولاد نصيب والدهم مع أعمامه مثل لو كان أبوهم حي. فهل مثل هذا العمل يجوز شرعا بإجازة الورثة أو بعدمها؟ إذا كان نصيب الميت قدر الثلث فأقل فلا بأس، أما للإنسان الموفي بالثلث أقل من ماله بغير والد، وهؤلاء غير والدين مع وجود أعمامهم، فله أن يوصي لهم بثلثه أو أقل من الثلث. أما إذا كان أكثر من الثلث فلا يجوز إلا بإجازة الورثة بعد الموت، أو في الحياة بعد الموت. إذا أجازوها بعد الموت صح، وإلا فالحق لهم يأخذون ما زاد عن الثلث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج بدون محرم؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ولما جاء رجل يريد الجهاد وكتب مع الغزو الذي سافر الذي يخرج مع الغزو في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت حاجة، قال: أرجع فحج مع امرأتي، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأتي. لا يجوز. المرأة إذا لم تجد محرما فلتمت، فإن تيسر لها المحرم حجت، وإن لم يتيسر لها وأيست منه فإنها توكل من يحج عنها، تنيل من يحج عنها. نعم. السلام عليكم إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: هل يجوز النقص في الحنة على اليدين للنساء؟ لا، لكن لا تظهره أمام الرجال
غير المحارم تستره عن غير المحارم. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أشكل علينا بعض مسائل في الزكاة، فقد قرأنا وسمعنا في زكاة الزروع ما يلي: إذا حصد الزرع وتفسي الحب أخرج زكاة الموجود بعد أخذ مؤونته وعياله للسنة المقبلة، كيف يكون حساب ذلك؟ هذا غلط، ما يأخذ للسنة المقبلة، يجوز يأخذ مؤونته وقت الحصاد، يعني يترك الشيء يأكله وقت الحصاد وقت وقت الزراعي وتحصيل تحصيل الحبوب أو التمر، يأكل في هذه الفترة، أما أنه يأخذ قوت سنة فهنا. والزكاة تجب إذا سد الحب وبدأ صلاح التمر، وجبت الزكاة في ذمة صاحب المزرعة أو صاحب الأشجار، ولكن لو تلفت قبل التمكن من أخذها فإنها تسقط عنه، لا يستقر الوجود إلا إذا حصد الزرع وجد النخل استقر الوجود فيها، أما لو تلفت بعد بدو السلاح ولم يتمكن منها فلا زكاة فيها حتى يؤويها الجريم، يؤويها الجريم بعد الحصاد بعد الجبال، حينئذ يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: نسمع عن بعض المنتسبين إلى العلم يقول في قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يفسدن في الأرض مرتين، يقول إنها لم تأتي بعد، وأن المقصود في قوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أنهم المسلمون دخلوه أول مرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والآن ينتظرون الدخول الثاني، فهل هذا صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح للآية؟ هذا غلط، ما هو التفسير للآية؟ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، الله جل وعلا يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل عن أخبرناهم أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين فأثنى عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وهم الكفر المجوس، سلطهم الله على بني إسرائيل بذنوبهم، احتلوا بيت المقدس وأفسدوا فيه، ثم إنهم رجعوا وأعطى الله لبني إسرائيل القوة، ثم إنهم عادوا من الفساد فعاد الله عليهم عدوهم فاحتل المسجد الأقصى وأفسد في البلاد المقدسة عقوبة لهم، كل هذا من باب العقوبة، المرة الثانية حصلت في الزمان السابق، والمرة الثالثة قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، إذا عاد لهم إسرائيل للفساد فإن الله يعيد عليهم النقلة، وهذا هو المنتظر، ولعل هذا هو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن المسلمين يقاتلونهم ويقتلونهم وينتصرون عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لماذا تقاد السيارة؟ هل بتحريكها أم بقيادة أوراقها ونقل ملكيتها؟ تقبل السيارة بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، وكذلك بقية السلع قبضها بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تدفع حتى ينقلها أو حتى يحوجها التجار، حتى يحوجها التجار إلى رحالهم، هذا واضح صريح، فقبض السيارة